يعني احنا قعدنا 30 حلقه من عبد الغفور البرعي قاعدين نقول لا انا عايش في جلباب ابي، الواد مش عايز يعيش في جلابيه ابوه، يا عم مش عايز اعيش في جلابيه ابي، خلاص بقى حج بقى خلاص سيبه بقى. بعدين المقوله بتاعت من شبه ابا فما ظلم، ماشي يا سيدي ممكن يكون ما ظلم بس ممكن يكون اتظلم. هنقول دلوقتي خطوات سهله وبسيطه عشان تدمر اي شخصيه بني ادم في العالم. اكتب معايا كده، هنبدا معاه من الطفوله من هو صغير. اول حاجه هنلغي شخصيته هو، وهنحاول بكل طريقه نخليه نسخه منك. يعني هتسحب نفسك سكان، تفرد كده على السكانر وتدوس برنت ويطلع منك ايه، نسخه جميله جدا. تاني حاجه بقى، عجزه. كل ما تلاقيه معدي من قدامك اديله كلمتين تحت الحزام، يعني يبقى شبر ونص كده 5 سنين، تقول له يا ابني يا ابني ده لما كنت قدك كنت 15 سنه، انت ايه قمه التعجيز. خد الثالثه بقى، القضيه. لا تخليه يختار حاجته ولا يعمل حاجه بنفسه. شنطه المدرسه تختارها له وتشيلها له، هدومه تختارها له وتلبسها له، احلامه تحلمها له وتنفذها له، لانك كده انت بتحقق طموحاتك. هو ملوش لازمه، انت على ذوقك انت، احنا جايين لك انت. في عيد ميلاده لبسه قميص بدانتيلو وبابيون وزديري وصوره وزله بالصور دي لما يكبر. انا اقول لك اصل الولد لسه صغير، انا هختار اللي يناسبه، ولما يكبر هو بقى هيبقى. مفيش لما يكبر، اختار ايه لما يكبر. ده هيبقى بشنب قد المساحه تحت مناخيره، وبقى قابلني لو عرف ياخد قرار واحد في حياته. طبعا ده لو حضرتك بتحب الشنب يعني هتسيبه، او بتحب المساحه. مش معنى ان البني ادم بيتولد كائن ضعيف مش مستقل واصلا مستحيل يعيش من غير مساعده انك تمسكها على ابنك زله بقى. دي حاله عامه حضرتك، فما ينفعش تقاوم اي سلوك بيعمله علشان خاطر يستقل بشخصيته ويبتدي يعتمد على نفسه. كده انت عارف مسار تطور البشريه، انت راكن فيه بالعرض. يعني المسار عايز يمشي وانت معرض راكن غلط. بالعكس المفروض تساعده وتشجعه، خصوصا ان صفه الاستقلال دي صفه بنكتسبها بالتدريج. لا يا حلو جدا بوبي. لا مامي. اوصف نفسك كبابا في كلمة واحدة. على طول بشتغل، محب، مجتهد، طفل مع عيالي. الصفة اللي عايز تغيرها في نفسك. افصل ما بين الشغل والبيت. العصبية السريعة، السجاير، ان انا اكون حليم عليه شوية. ايه الحاجة اللي بتعتمد على ابنك فيها وتسيبه ياخد قرار؟ الرياضة. اغلب الحاجات هو بيعرف ياخد قرار كويس قوي، شاطر. كل حاجه ليها علاقه بيه. امتى اخر مره قلت لها جمله وانا قدك ده انا كنت بعمل كذا وكذا وكانت على ايه بالظبط؟ صار صعب قوي، امتالي من ساعه مثلا. لما يتعصب على مامته. لا تقريبا ما بقولهاش. بقول له يا ابني انا وانا في سنك انا كنت بقعد مع اخواتي العب معاهم. ايه الحاجه اللي ما عرفتش تحققها ونفسك تحققها في ابنك؟ نفسي ابقى بلعب موسيقى وهو بيلعب موسيقى. مكمل في الرياضه؟ انا ما كملتش. انا نفسي انها تطلع ليها علاقه بالفن. ممكن ابقى لعيب كوره. بنسبه كام في الميه انت شبه باباك؟ لا نسبه مثلا 90 80. 70% 60%. 90% زيرو. بابا بيعمل ازاي وهو متعصب؟ لا مش عارف. ما بتصبته يا مهستيب اللي في ايدك ده وشيله. اكتر جمله بتحب تسمعها من بابا وبتفرحك قوي؟ انا بحب شاطر. انا بعمل كده عشان تبسطكوا. قلبي انت احسن ولد في العالم. اكتر جمله بقى ما بتحبش تسمعها؟ في كتير. انت بتعند كتير قوي يا جف. يا على القرف، انت دايما بتبوظ كل حاجه. بطل شقاوه. بابا ممكن يسيبك تصلح حاجه في البيت لوحدك؟ لا ممكن عشان بحب اعمل ارتس اند كرافتس وكده. لا ساعات ساعات لا. لا خالص. طب مين مثلك الاعلى؟ ممكن بيومي فؤاد. ممكن عمر خيرت. عايز اكون حاجه كده. يا بابا مفيش غيره. مش عارف. طب ما تخلينا كده الاول نعرف يعني ايه طفل مستقل. بمنتهى البساطه طفل مستقل يعني طفل بيعتمد على نفسه، شخصيته قويه، بيعرف يتصرف، جريء ومرن. شخص مستقل يعني مش اتكالي ولا اعتمادي ولا بيحتاج مساعده عشان يحل مشاكله البسيطه. اظن مفيش حد ما يحبش ابنه يبقى برنس بالشكل ده، مظبوط؟ بس خدوا بالكم ما تخلوش العشم ياخدكم قوي وترموا لحمكم بدعوى ان احنا بنربيه على الاستقلاليه. ده اسمه استعباط، يعني مش هنسيبه خالص. لانك لما بتعزل نفسك عن ابنك تماما بيبدا هو يدور على الحاجات بقى اللي المفروض يتعلمها والقناعات والمع
المعلومات والدعم والحاجات دي بيدور عليها في حتت تانية، ودي مصيبة. فما تفرحش قوي وتفتكر انك هتشتري دماغك، لا احنا لسه عايزينك، معلش خليك معانا. طب نعمل ايه بقى في المعادلة الصعبة دي؟ انا اقول لك في شوية حركات كده تقدر تسميها ازاي تعمل طفل مستقل في 30 ثانية. مثلا اديله شوية حرية، يعني مش لازم تبقى لازق فيه، اسمح له بمساحة كده من الوقت يعمل فيه اللي هو عايزه، هو يختار الوقت ده، الوقت ده فري، اعمل فيه اللي نفسك فيه. النقطة التانية دي الأمهات بقى بتحبها قوي، خليه يذاكر لوحده ساعات. أنا عارف إنه صعب، خلاص أنا عارف والله، أنا بالذات مع الصغيرين، بس لازم يعني ولو شوية علشان بالتدريج يقدر يعمل كده، بيعتمد على نفسه. شجع ابنك إنه يشتغل في فريق، ده بيطور شخصيته لأنه بيتعامل مع أشكال مختلفة من البني آدمين وهو جوه الفريق، ده بيفرق جدا. واسمح لابنك إنه يشارك في مناقشات وفي صنع القرار. في السؤال الجميل ده بتاع إيه رأيك؟ فاكرينه السؤال ده؟ سؤال سحري جدا، اللي هو إيه رأيك؟ أنا أكل إيه؟ إيه رأيك نجيب دي ولا ما نجيبش دي؟ ده يعوده يميز بنفسه وبين الصح والغلط من بدري. أبهات بقى عندهم نظرية اللأ، بيصدروها كده إيه قبل أي حاجة، تيجي تقول له بابا لأ، بابا بعد إذنك ممكن اللأ من غير ما يسمع، يعني بيأمن نفسه، هو قافل باب الحوار المجتمعي مع الولد تماما، هو اسمه بابا لأ. في كمان حاجة ما بتجليش اللي هو مسح الشخصية، ده الأب اللي لما حد بيسأل ابنه أي سؤال بيجاوب، هو الأب بيجاوب ما يسيبش الولد، يعني اسمك إيه يا حبيبي؟ اسمه مازن يا فندم، حضرتك ابني ومازن سميناه زي جده. طب تاكل ايه يا حبيبي؟ يحب الكوسه. هو فن، هو يحب الكوسه، لا يمكن يكون في طفل بيحبها، بس بابا جاوب. هعمل ايه؟ طب هواياتك ايه يا مازن؟ هو يجمع الطوابع ويرسل الايميلات عبر البريد الالكتروني. يا عم سيبه يستخدم لسانه، هينشف من قله الاستخدام. سيب الواد يجاوب، ما تخافش من درجاته في امتحان الشفوي، هيقول اي حاجه. نشفت ريق الولد يا اخي، شويه طراوه بقى. كويس. انت خايف؟ ده الموضوع طلع كبير. ايوه جدا. السؤال الاول، لا مفيش اسئله، احنا بنهزر، مش احنا جايين نحكي خلاص. مفيش اسئله، دي رسومات بسيطه جدا، ممكن شكلها يبقى معناها اكتر من حاجه، والفكره ان اللعبه دي اسمها اسحب واحكي. انت هيبقى قدامك مجموعه كروت، بابا هيبقى قدامه مجموعه كروت، تعدل الكارت بتاعك وتقول جزء من حكايه، بابا يعدل الكارت بتاعه ويكمل الحكايه زي ما انت بدات. اللي انت هتقوله هو لازم يكمل عليه، هو يتصرف. تمام. لغايه ما نحكي الحكايه للاخر خالص، بابا هيقفل الحكايه، وانت هتبقى مسؤوليتك ان بعد ما نخلص تحكي لنا الحكايه من اولها لاخرها، من ايه؟ من الكروت اللي قدامك. صعب قوي الموضوع خالص، ده احنا جايين نهزر. يلا خش. كان في مره ايه؟ كنت ماشي في الشارع، في مره لقيت كهربا بايظه. حلو، ده هو بقى بطل القصه مبدئيا. حلو قوي، ماشي. لما لقى الكهرباء بايظة شاور على المكان اللي العمود أو الكهرباء فيه بايظة. يا عيني. اللي بعده. سألت مين اللي بوظ الكهرباء؟ ممكن واحد مشهور، أحمد أمين. أنا دخلت في الكهرباء. وكان اليوم في صاقة. إيه اللي حصل بقى يا ترى؟ بيورطك. دخل الأوضة وقفل الباب. والراجل ده كان ظابط. النجمة جابت ايه؟ وبعد ما احتار جات له فكرة وعدى على محل ماكدونالدز. ازاي؟ بعد كده راح يعمل تويلت. ايه الحكاية؟ ايه موضوع الحمام معاك؟ بعد كده لقى بيرد فاصطادها بال عصفورة في الحمام. ماشي. واتضرب بالسهم في قلبه. ضرب بالسهم في قلبه. بس القصة بقت كئيبة او كده. اعمل بلوف.
كنت مسافر قبل كده في لبنان. لبنان قصة جديدة دي. قال يروح في غابة بسمع لحاجة في الأرض وعدى وهو راكب الحصان وإحنا مش شايفين والدنيا بايظة. شاف كورة وتجرب ألعب بيه شوية. قعد يحاول 3 مرات. أستر يا رب. بعد ما حاول 3 مرات أيوة فشل. بس طلع في الآخر كان حلم. أنا حاسس إن في جزء تاني. سسبنس. ده الموضوع كبر. أبوس إيدك تقفل القصة دي بسرعة. جيف عايزك بقى ايه تحكي لنا بقى القصه دي كلها من اولها لاخرها. وبابا خلاص ملوش دعوه خالص. كان في مره ظابط راكب باراشوت وهو نازل من الباراشوت عدى على محل ماكدونالدز وهو بيعدي بالحصان اتضرب بالسهم في قلبه. ايه اللي حصل بقى؟ بصنا على حاجه في الارض فدخلنا البيت عملت علامه الرجلين. عبرة والله. قصة مؤثرة جدا. انا اصلا انا بصور الفاميليا اصلي ف يعني ما لحقتش اكتب حاجة في القفل خالص. هخلص على طول وهبعتها لك. نحكي دلوقتي كده. طب بص هي فكرة جامدة جدا بره الصندوق. هو البطل هيتكهرب بالليل فيلاقي دبان في قارة افريقيا. ايه غريبة شوية؟ رأيي انا ايه؟ لا رأيي شد عليها السفون ونكتب غير. أنا شغلانتي إن أنا أجهزه للاستقلال، أساعده إزاي يكتشف نفسه ويكتشف قدراته اللي أنا لازم أكون مذاكرها وعارف هو بيقدر يعمل إيه وما بيعرفش يعمل إيه. ساعات بنعطل اعتماد ولادنا على نفسهم عشان يمكن ما نضحيش بإحساس إن هم دايماً محتاجين لنا، أو يمكن خوف زيادة، أو عشان على طول شايفين ولادنا صغيرين وهنفضل شايفينهم صغيرين. عدم الاستقلال مش بيأثر على الطفل أو الطفلة شوية كده وخلاص، لا ده بيكمل وبيأثر على اختياراتهم وصداقاتهم وحتى على جوازهم بعدين. يعني مش يبقى راجل كده وأب ماله هدوم وأنا رايح له بالسندوتشات عشان عنده ميتنج في الشركة ولا متصل رقم الشركة شوفوا أكل أكله ولا في اللانش بريك ولا ما عملش. ما ينفعش. مش دايما أنا ابني بيوصل للنجاح بالخطة اللي أنا رسمها. مش دايما أحسن خطة هي اللي أنا رسمها. حتى لو شايف أن أنت كأب عندك خبرة في الحياة دي أصلا ممكن تكون هي المشكلة. في آخر اليوم بنطلب من كل واحد يكتب جواب للتاني، والحقيقة اللي كان بيتكتب كان دايما بيكون مفاجأة. مفاجأة لدرجة أن الكلام ما ينفعش يتشرح. لبابا، بابا أنا بحبك جدا وأنت فعلا يعني بالنسبة لي أحلى أب في الحياة. شكرا بابا على كل حاجة أنت بتعملها لنا. شكرا على إنك جبتني هنا إن كان نفسي أعمل حاجة زي كده، وشكرا إن أنت بتعمل اللي تقدر عليه. شكرا لك يا بابا على كل وقت سبت فيه الشغل وقعدت معانا. شكرا لما بعمل حاجة غلط بتسامحني ومش تعمل لي حاجة. وانا عارف ان انت لما بتزعقلي او بتعاقبني بتعمل كده عشان انت بتحبني وعلشان انت عايزني ابقى احسن. انا عم سوري لو ضايقتك في اي حاجة. واليوم النهارده عجبني قوي ان عملنا حاجات مختلفه وتجربه جديده. انا بوعدك ان انا اكون ابن كويس وهتغير من وحش لكويس. وانا بحبك اكتر من العيال. بحبك. أنا بقعد فيك والله بقعد فيك. خلينا عادة بنتكلم ولا ايه؟ ابني حبيبي معز. كان في أغنية لأم كلثوم اسمها الحب كله كنت بحبها قوي. هو ما انت جيت قلت بس هو ده الحب كله. انا عايز بس اقول لك ان انت قبل ما تيجي على طول انا كنت دايما بشوفك في السونار وكنت مستنيك وكنت بتمنى من ربنا ان انا بقى اشوفك.
سامحيني ساعات ببقى عصبي شوية، بس ضغوط الحياة وزحمة الحياة والتزامات الحياة مش عارف أفصل ما بين البيت والشغل، مشاكل كتير والحياة بقت دوشة. أنا بحبك أكتر مما أنت ممكن تكوني متخيلة. أنت بالنسبة لي أكتر من أحلامي بكتير أوي في كل حاجة. حسيت إن ربنا اداني راجل ياخد باله من مامته وإخواته البنات وأنا لما أكبر. بحبك جدا وانت ابن مميز جدا وذكي وشاطر تسمع الكلام. وندمان جدا على موقف زمان لغايه النهارده بيوجعني لما بفتكره. وانت صغيره لما عملتي حاجه غلط بوظتي حاجه وضربتك، انا اسف انا عملت كده معاكي. انت اكبر ابن ليا واحن ابن واطيب ابن. انا مش عايز اتغير يا حبيبي، انت كويس وكويس جدا كمان وعاطفي قوي، والعاطفة دي أنا مش عايزها فيك قوي برضه. يمكن مش بقولك كده بس ده اللي جوايا طول الوقت، وانت نايم وانت بتتحرك دايما ببص عليك بقول يا رب يفضل في البيت معانا وما يسيبناش ابدا. وبوعدك ان شاء الله اني قريب جدا هبطل سجاير عشان نقعد مع بعض وقت اطول. حقق لي كل اللي انت عايزاه انت واخواتك كل اللي بتتمنوه، واحاول اتغير. ولما اتعصب كلمة السر فاميليا، قولي لي فاميليا، فكريني باليوم اللي احنا فيه النهارده، ساعتها هتلاقيني مختلف كتير. الفترة الجاية هتشوفي حد تاني خالص غير بابي اللي انت تعرفيه. بحبك يا ديدي، وعايز اقول لك ان انا هفضل احبك اكتر واحد في العالم. بناء على خبراتي والحاجات اللي انا بحبها وبهتم بيها بخلي ولادي يعملوا نفس الحاجات هي اللي انا بحبها وبهتم بيها. امال عرفوا منين ان ابن البط عوام؟ مش يمكن كان عايز يلعب كاراتيه؟ ابن الوز يا استاذ احمد، ابن الوز عوام. ابن الوز؟ طيب يعني هو ابن البط ما بيعومش؟ يعني مش فاهم، يعني ما البط ابنه بيعوم رخ. ليه بنقفش على حاجات صغيره؟ استقلال يا اخي، سيبنا انا عايز استقل يا اخي، انا حر، ما تخليني اعتمد على نفسي. انا قلت ابن البط سيبني يمكن يطلع صح. لسه بنقول ايه يا استاذ؟ عرفنا منين ابن الوز عوام؟ ما يمكن كان عايز يلعب ايكيدو وهو صغير ومش عايز يعوم ولا اي حاجه. شجعه على اي حاجه صغيره يعملها طالما هو فرحان بيها وخليك واقف معاه. امال انت لازمتك ايه؟ لو رسم مثلا حمار مخطط بزلومه حلو، ولا فار برجلين وزرافه من غير زلومه، او زلومه انا مثلا نازله تعوم في البحر ما تحبطوش، قول له حلوه، شجعه قدام الناس. اي نعم تركيزه على الزلومه ده غريب شويه، بس يعني عادي، ايه المشكله؟ سيبه هو اللي يختار زلومته، يختار طريقه، وهو اللي يحقق امنياته. ما تحققش امانيك انت فيه، سيبه هو يحقق امانيه واحلامه. هي احلامه ولا احلامك؟ كانت احلامك دي يا كابتن، سيبه مش انت. مزيكا وانا مفيش فايده. اول ما تقلا ايوه ايه مش عارفينها، مش ايوه التاكسي الجاي من البلد. تسرقنا الدنيا وتاخدنا من بعض ساعات، وتروح اوقاتنا ومواعيدنا بس في شاشات، تسحبنا الايام تبعدنا وتعمل مسافات ونضيع على بعض.